بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، عيدكم مبروك وكل عام وانتم بخير، تعيدوا إن شاء الله وتعاودوا. أتقدم بهذه المناسبة بأصدق التهاني لكم وأطيب التمنيات بأن تفوتوا عيد مليح، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن تكون أمة الإسلام في 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 رخاء وازدهار إن شاء الله. العيد هذا مناسبة باش الواحد يتفكر روحه، وباش الواحد يراجع نفسه، وباش الواحد كما يقولوا ما ينساقش وراء ما يفتت أمتنا وما يقسم أمتنا. هذا العيد، وكان اليوم أمس يوم عرفة اللي هو الحج الأكبر، نتمنى أنه الحكام في الجزائر يتعظون، لأن مثلا إذا رجعنا إلى يوم عرفة، خطبة الوداع اللي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم أهم حاجة بدأ بها هي الدماء والأعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم حرم، قال يا أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني إلى حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم. الحكام في الجزائر طغوا بزاف وأساءوا إلى الشعب الجزائري، وأساءوا إلى 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 المغرب. أنا بغيت نتكلم على هذه النقطة، لأن النظام هذا الحاكم، وأنا نوجه له نداء بهذه المناسبة، خصكم تتقون الله في الشعب الجزائري وفي الوطن وفي الجار في المغرب. علاش؟ لأن ما تقومون به هو أصلا مخالف للشرع. تسعون لتقسيم المغرب، تسعون لزعزعة المنطقة، تسعون إلى المس بأعراض الناس والمس، والنظام هذا ساهمتم في إسالة دماء الشعب الجزائري والشعب المغربي، وقمتم بفضاعات لمدة عقود. عليكم أن تعوا بأن ما تقومون به هو ضد أمة الإسلام، وضد الشرع، وضد الطبيعة، وضد المنطق. لأن سعيكم لتقسيم الأمة، وسعيكم لإضعاف وحدة صف الأمة، وممارساتكم الحربائية لا تفيد الجزائر، ولا تفيد المغرب، ولا تفيد المنطقة بالأساس. وبالتالي أنا أغتنم فرصة عيد الأضحى المبارك كي أدعو حكام الجزائر إلى الاتحاد، نعلو الشيطان. وهذه السياسة اللي راكم تديروا فيها هذه السياسة ما تنفعش بلادنا، وهذا الواقع الأليم اللي رانا احنا نعيشوه في المنطقة نتاعنا، لازم تراجعوا أنفسكم، لازم تفهموا باللي سياساتكم هذه اللي راكم تقوموا بها في الوقت الحالي، هذه ما غاديش تعود بالنفع على بلادنا. وهذا التعصب وهذا الوطنية الزائفة، هذه إساءة تسيء إلى الجزائر وضد القيم نتاعنا احنا كمسلمين. لأن احنا ما يجمعنا بالأساس هو الإسلام، ما يجمعنا هو الدين، ما يجمعنا هو العرق، ما يجمعنا هو اللغة مع أشقائنا. خصوصا أنا نتكلم عن المغرب، لأن الوضع اللي وصلنا له في الوقت الحالي هو وضع خطير للغاية، والتصعيد هذا اللي راه كاين هو تصعيد لا 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 لا, 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 لا يحمد عقباه. وراكم غادي تخلوا، راكم تربوا في واحد الجيل اللي غادي يكبر على واحد الحقد كبير تجاه الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الجار، والشيء اللي راكم تديروا فيه هو مخالف لتعاليم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انا كنت شفت البارح أحد يعني في الوفد الجزائري لقى كلمة وتكلم وخطبة، يعني بليتو خطبة، هذه كانت خطبة في يوم عرفة، وتكلم يعني كانت أمور احنا نفتخر بها كجزائريين، خصوصا عندما قال تذكر اللي قال أنشد يا محمد مبروك عليك الجزائر رجعت ليك. فعلا ذاك الاستقلال في ذاك الوقت اللي كانت الناس فرحانين
بخروج المستعمر. الفرحة ما كملتش للأسف كما قلت لكم بعد الاستيلاء انت هذا النظام. هذا النظام اللي يشتغل كوكيل الاستعمار اللي ما عجبنيش في ديك الكلمة اللي قالها، قاعد يتكلم على الحس يحس وكاين واحدين يحسدوا الجزائر وكاين يعني كلام مخالف للشرع ومخالف لما ورد في القرآن الكريم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا النظام مرة أخرى يحاول أنه يستغل الحج باش يمرر رسائل سياسية، وهذا هذا 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 ماهوش مليح. يا حكام الجزائر انتبهوا، ما تقومون به يضر بالجزائر، ما تقومون به يخالف الشرع، يخالف القيم نتاعنا. سعيكم إلى إذكاء نار الفتنة بينكم وبين المغرب، هذا ما غاديش نستفادوا منه. وما كانش كما الصلح، وما كانش كما الإخاء وتمتين العلاقات، وما كانش كما إعادة ربط الجسور بين البلدين وبين كل بلدان منطقتنا في شمال إفريقيا. المؤسف والمؤلم هو ما نعيشه حاليا من ضغينة ومن أحقاد ومن تراشق إعلامي ومن سعي لتأليب الفرقة ونشر الفتنة بين البلدين. هذا العيد لازم يكون فرصة باش الواحد يفكر بشكل جدي بما يخدم صالح الأمة، وصالح الأمة هو في أنه يكون علاقات طبيعية بين المغرب والجزائر. في صالح الأمة هو أنه تكون حدود مفتوحة بين الجزائر والمغرب. ما يقوم به هذا النظام منذ عقود ساهم في قطع أرحام الجزائريين والمغاربة. أنت يا نظام الحاكم في الجزائر، أنت تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع الذي نعيشه في الوقت الحالي، لأن المغرب قدم يده منذ سنوات وقال تعالوا نتحاور، تعالوا نتفاهم. أنتم يا نظام الحكم في الجزائر ركبتوا كما يقولوا يعني خشنتوا ريسانكم، وغراكم هذاك يعني الإمكانيات النفطية اللي ربي حبانا بها، وظنيتوا أنه أموال النفط وأموال البترول والغاز غادي تكونوا أقوياء، لكن يظهر أنكم أكثر ضعف أكثر من أي وقت مضى. ولهذا فإنني أنصحكم في هذا العيد، في هذا العيد باش أتراجعوا أنفسكم وباش تفكروا وتعاودوا الحسابات، لأن الواقع والظروف اللي رانا نعيشوها الدولية خصوصا ما راه يحدث في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا خاصها تخلينا نتعلموا الدرس ونستفادوا ونوجه رواحنا للمستقبل، لأن المستقبل صعيب وهناك حروب أخرى ستندلع. رعدنا أزمة المياه، رعدنا أزمة القمح، رعدنا أزمة الطاقة. علينا أن نتضافر جهودنا وندير يدنا في اليد وما نسعاوش باش نخلق الفتنة ونروح يعني نحاول حوسو باش نقسموا بلاد، خصوصا المغرب هذا البلد العظيم الذي يوقف معانا واللي ساندنا في جهادنا ضد المستعمر. كيف لنا بعد 60 عام من استقلال الجزائر يعني تتنكروا لهذا البلد وتتنكروا للشيء اللي قام به هذا البلد، وبل أكثر من ذلك تسعون لتقسيمه، ومن بعد تقولوا بلي احنا يا مسلمين وحنا يا رانا كما يقولوا مع قضايا العادلة نتاع المسلمين. أنتم بالعكس أنتم تضعفون الموقف نتاع أمة الإسلام، أنتم تضعفون، أنتم تسببون البؤس لشعوبنا، تسببون اليأس، تزرعون اليأس في نفوس شبابنا. حرام الشيء اللي راكم تديروا فيه. وأنا يا من خلال هذا الفيديو بغيت نوجه لكم نداء أنكم خصكم تتقون الله في منطقتنا المغاربية، خصكم تتقون الله في الوطن، تتقون الله في الجار، نعلو الشيطان. هذه لازم تفهموا بأن الواقع الآن والتحديات اللي راها فرضتها الظروف هذه اللي رانا عايشينها تفرض علينا باش نجنحوا للسلم، وما كانش كيما السلم، وما كانش كيما الصلح، وما كانش كيما تهدئة النفوس. ومدى بيكم انكم تحاولوا، خاصكم
ديروا ان بيلون، واش ربحتوا من هذا العداء مع المغرب، واش ربحت الجزائر بعد هذه العقود يعني من 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 من, من صراع ما عنده لا أساس ولا رأس. ما ربحنا والو. واقع مزري رانا نعيشوه على الحدود، الجهة الغربية الجزائرية تعاني وجهة الشرق في المغرب يعاني، رانا نعيشو مأساة بأتم معنى الكلمة. نحن مسؤولون عنها، احنا رانا مسؤولون على هذا الوضع البئيس اللي رانا عايشينه. وبالتالي ما كانش كيما الصلح، وما كانش كيما إعادة التفكير كيفاش نربطوا جسور الثقة بيناتنا، ولازم نتحاوروا، لازم المغاربة والجزائريين يتحاوروا ويعطوا تصور للمستقبل نتاعهم، لأن احنا مهما كانت احنا مصيرنا مشترك، احنا ماضينا كان مشترك وحاضرنا مشترك ومستقبلنا مشترك. لا الجزائر سترحل من مكانها ولا المغرب سيرحل من مكانه، وبالتالي علينا أن نستنصت لبعضنا البعض، وعلينا أن نجابها من يريدون الإبقاء، لخطر اللي راهم يحكموا في الجزائر، هذا النظام الحاكم في الجزائر استند على إيديولوجية العداء أو على سياسة العداء تجاه المغرب باش يستمر في الحكم، وهذا أمر خاطئ، هذا أمر خاطئ وغير منطقي وغير مقبول، غير مقبول. وما نقدوش نكونوا مستقرين احنا في بلادنا، ما نقدروش نكونوا مستقرين في بلادنا واحنا ونظام حكمنا، نظام الحكم في بلادنا يسعى لزعزعة استقرار المغرب. هذا مستحيل. وبالتالي كما يقولوا لا بديل عن الصلح ولا بديل عن التشبث بالقيم نتاعنا احنا كمسلمين، القيم نتاعنا والتعاليم نتاعنا تفرض علينا على اننا نفكروا في وحده الامه، باش نحافظوا على وحده الامه، باش نحافظوا على مصالحنا المشتركه، باش ما نكونوش انانيين، باش ما نظنوش باللي احنا اللي عندنا وطن والاخرين ما عندهمش وطن، باش ما نزرعوش الضغينة والحقد في نفوس الشعب نتاعنا تجاه المغرب. وبالتالي اغتنم كما قلت اغتنمت هذه الفرصة باش نوجه لكم نداء يا حكام الجزائر، اتقوا الله وابتعدوا عن هذه البوليتيك دوستيليتي اللي راكم تمارسوا فيها، واللي ما ضمنتش للجزائر اي حاجه، ما ربحنا والو من صراعنا مع المغرب، ما ربحنا والو. كيفاش احنا نقولوا على روحنا اننا احنا مسلمين وقيم الاسلام، ودان كوتي ومن جهه واحد اخرى نسعى لزعزعه الاستقرار وزرع البلبله داخل البلد؟ هذا غير معقول وهذا غير مقبول. وإذا ما احترمناش جارنا كيفاش غادي هذا جارنا يحترمنا؟ غير مقبول. ولو أن المغرب صبر كثيرا للأذى الذي تلقاه من طرف هذا النظام الحاكم الذي سيطر على الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. فكروا بشكل جدي، وأن هذيك الغطرسة وهذيك الشغل الإحساس باللي أنتم أقوياء بمال النفط، هذاك ما غاديش ينفع بلادنا. احنا مازال ما بنيناش اقتصاد قوي، احنا اقتصادنا هش رغم كل الإمكانيات التي نحوز عليها. وبالتالي عليكم أن تفكروا بشكل جدي باش كما يقولوا نخرجوا من هذه الازمه. والله ربي ما يباركش في الانسان اللي يدير الشر، هذا بنادم اللي يدير الشر بغى بنادم ولا نظام حكم، عمر ربي ما يبارك في الخطوات نتاعه. والشيء اللي راكم تديروا فيه يا حكام الجزائر هو شيء مخالف بالاساس للشرع، وهادو جيراننا وهادو اشقائنا وهادو خاوتنا اللي وقفوا معنا ايام الجهاد والمقاومه ضد الاستعمار، بل وكان منهم ابطال استشهدوا وضحوا من اجل ان تستقل الجزائر. علاش راكم تديروا في هذه الخدمه هاد الاعمال الشيطانيه؟ علاش راكم تسعوا بما كل ما اوتيتم من امكانيات يعني اللي هي ملك للشعب الجزائري واللي من المفروض على أن الشعب الجزائري لازم يحاسبكم عليها، علاش راكم توظفوها وتسخروها باش تكسروا بلاد
فقط راه يدافع على وحدة أراضيه وسيادته فقط لأن قضيته عادلة. أنتم راكم تديروا حاجة اللي غادي تخلي التاريخ يتكلم عليكم بالسوء، أنتم راكم تديروا في أمور اللي غدوا من ذاك نقدروا تورطونا في حرب إقليمية، ولهذا عليكم أن تتعظوا. وما كانش كما الأعياد الدينية، هذا عيد الأضحى المبارك، هذه فرصة باش الواحد يتفكر بأن عليه أن يراجع نفسه، وبالتالي يا حكام الجزائر انتبهوا، هذا خطر على بلادنا، هذا الشيء اللي راكم تديروا فيه في المنطقة تاعنا المغاربية هو خطر على الجزائر وعلى كل البلدان المغاربية. احنا كنا قادرين، وكما كانتش هذه الخلافات كنا قادرين نعيشوا منطقة فيها تكامل اقتصادي، ما يخليش أولادنا يهربوا بالعشرات بل بالمئات عبر قوارب الموت، ما تخليش كما يقولوا الغير يستغل خيراتنا وإحنا نتفرجوا فيها. وبالتالي هذه فرصة، لعل وعسى تراجعون أنفسكم، لعل وعسى تراجعون أنفسكم، لعل وعسى تنتبهون لما هو قادم، لأن راكم شفتوا واش وقع في سريلانكا، سريلانكا الذي انهار اقتصادها وهجم الشعب القصر الجمهوري ورئيس الجمهورية نتاعهم ولا رئيس البلاد نتاعهم هرب وغادر وخلى كل شيء. بسبب ماذا؟ بسبب سياسة الحكم اللي ماهيش مضبوطة، بسبب عدم وجود كما يقولوا تسير جيد لثروات البلاد. احنا الجزائر عندنا إمكانيات كبيرة، إذا ما يتمش توظيفها فيما ينفع بلادنا ما غاديش كيما غادي، ما راناش بعاد على سيناريو مثل سيناريو سريلانكا. وانا شخصيا ما نتمناش نوصلوا لديك المرحله، نتمنى شخصيا اننا ما نوصلوش لهذيك الشيء اللي وصلوا له، الوضع الاقتصادي اللي راه تعيش فيه سريلانكا، جوع وازمه طاقه وازمه ارتفاع في نسبه التضخم وخزائن الدوله كلها فرغت. ما تغلطوش روحكم بهذا الارتفاع اللي وقع في اسعار النفط، كيما ارتفعت أسعار النفط تقدر تنخفض، وإذا انخفضت غادي تكونوا في ورطة. على خطر علاش؟ ما بعمركم ما فكرتوا باش تبنوا اقتصاد على أسس متينة، متكلون فقط على على على, على مداخيل النفط، مداخيل الغاز، وهذا غلط كبير. والجزائر عندها إمكانيات باش تكون قوة اقتصادية بدون وتقلل من تبعيتها المحروقات، لكن لازم تكون سياسة واضحة وسياسة حكيمة وسياسة ما تفكرش بشكل عدواني في محيطها الإقليمي، وما تفكرش بشكل متعاوني على جيرانها، وما تزرعش الضغينة في نفوس شعبها، وما تغلطش شعبها بمعطيات خاطئة وتكذب عليه وتروج لما هو غير واقع وسليم. وبالتالي أعتقد أن ما كانش كيما هاد الأعياد باش الواحد يعاود يراجع نفسه. الأعياد الدينية الله سبحانه وتعالى دارها لنا باش تكون محطات نراجع أنفسنا بالأساس، نراجع أنفسنا الشيء اللي رانا نديروه، يعني هذا الشيء اللي راهم يديروا فيه حكام الجزائر هذا أمر يعني لا يمكن قبوله. ومشي باسم الوطنية والشوفينية والتعصب نكون عدواني، ومشي خصني نكره المغرب باش نكون وطني، خصني نكره المغرب، هذا غير مقبول وغير معقول، هذا غير مقبول وغير معقول. مرة أخرى نوجه ندائي لحكام الجزائر، اتقوا الله وراجعوا أنفسكم، وأمامكم فرصة، أمامكم فرصة باش تراجعوا أنفسكم وباش نخرجوا من هذا النفق المظلم اللي دخلنا فيه. وإذا توفرت النيات الصادقة باش كما يقولوا تعاودوا تراجعوا أنفسكم، ونعاودوا كما يقولوا نفكروا كيفاش نبنيوا كما يقولوا المستقبل تاع الأجيال اللي تجي من بعدنا، لازم من الآن نراجعوا كل حساباتنا ونفكروا فيما يخدم المصلحة نتاع الجزائر وفيما يخدم المصلحة نتاع المنطقة المغربية. وأهم شيء هو إعادة العلاقات إلى سكتها الصحيحة بين الجزائر والمغرب، والترفع على هذه الخلافات التي لا معنى لها، واحترام المغرب وسيادته ووحدة أراضيه،
وعدم الاستمرار فيما يضرب وحدة الأمة ويخلي الغير يستغل خلافاتنا باش يحقق ما يحمي مصالحه، في حين احنا المصالح نتاعنا راها تضيع في ظل هذه الخلافات وفي ظل هذا التصعيد اللي راها تعيش المنطقه نتاعنا. اكتفي بهذا القدر، ومره اخرى عيدكم مبروك وكل عام انتم بخير، ربي يغفرنا لنا ولكم، واللي غلط في حقي انا راني مسامحه، واللي غلطت انا في حقه انا نطلب السماح منه، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.